الحقيقة أنا فرحا ومسرورا بهذا اليوم الذي هو عرس انتخابي للمحامين التونسيين. عديد من القوى الأخرى سواء كانت سياسية أو غيرها لا تتمتع بالديمقراطية إلا بعد 14 جانفي 2011، فإن المحاماة التونسية منذ أن وجدت فهي تتمتع بالديمقراطية، ولم يستطع النظام السابق أن يؤثر في صندوقها بأي شكل من الأشكال. وبهذه المناسبة أحيي العميد المتخلي محمد الفاضل محفوظ، وأحيي كل المحامين والمحاميات، وأني أتمسك بالشرعية، شرعية الصندوق، وكل المحامين المترشحين الآن للعمادة الذين هم أبو بكر بالثابت وعامر المحرزي والحنيفي الفريدي وابراهيم بودربالة، في الحقيقه فان اي واحد منهم ينتخب الصندوق فاهلا وسهلا به، سنقف معه. هذا يعتبر حدثا نحن نمارس فيه اختيارنا لهياكلنا، تحديد سياساتنا، نشعر فيه بقيمة المحاماة التي نعتز بالانتساب إليها باعتبارها لا فقط مهنة حرة وإنما مهنة تناضل من أجل حقوق المضطهدين والمظلومين، تسعى لإقامة صرح العدل، تدافع عن كيان الدولة وتدافع عن المسار الذي ينبغي أن يسير إليه شعبنا. عندما نأتي اليوم لننتخب نحن نعتز بهذا الإنجاز، نعتز بالمحاماة وأعتبرها هي الملاذ الأوحد لكل محام ذاق لذتها، وأنا إلى الآن لم أنسى لذة انتسابي إلى هذه المهنة. المحاماة لا ينفك كيانها عن الشأن العام وخاصة شأن السياسة. رغبتنا أنه مدام وجدت منابر سياسية مفتوحة أن يجير العمل السياسي لمنابره وأن يبقى النضال من أجل المحاماة بعيدة عن أي تأثير أو بصمة سياسية، لكن هذه أمنية لا يمكن أن تتحقق بسرعة.